ما أجمل البحر لولا غدره، وما أروع امتداده لولا غبته التي تحمل الأسرار. فالبحر وإن جاز لنا التعبير، الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود. فالمفقود هو الذي دخل إليه بدون معرفة ودراية باحتياجاته وعدم إلمامه باشتراطات السلامة فيه، لذا فسوف يسير في مسار تتقاذفه الأمواج حيث شاءت. أما إذا تهيأ واتبع كافة الاحتياطات، فبديهياً سيكون في أمان من غدره وغبته، وعليه سيتوكل على الله الذي عليه التوكل. الصياد يمتهن الصيد، مهنة المخاطر والمجازفات بحكم ظروفها وقسوة الطبيعة البحرية. والصياد يضع نصب عينيه الغنيمة والعودة سالما إلى بر الأمان، ونظريا لا يتحقق ذلك بالتواكل، وإنما بالاستعداد تفاديا لوقوع الحوادث التي غالبا تقع بسبب قلة الانتباه والإهمال في كيفية التعامل مع البحر، مما ينتج عن ذلك خسائر بالغة في الأرواح والعتاد تكون عواقبها وخيمة على الطاقم والمركب. وعلي يجب على كل صياد أراد سبر أغوار هذا الامتداد اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة والحرص على توفير كافة مستلزمات رحلته. السلامة شعار يأتي في المقدمة، فهو الربان الذي يقود الصياد إلى وجهته. والسلامة البحرية هنا هي مجموعة من الاحتياطات والممارسات التي يجب الأخذ بها منذ الوهلة الأولى عند التفكير لنزول البحر، ومنها ما يكون قبل الإبحار، ومنها ما يكون في خضم الرحلة. فقبل الإبحار على مرتادي البحر أن يتبعوا كافة الاحتياطات ويعملوا بها، ومنها الاستعلام عن حالة الطقس وتخصيص مكان واضح الرؤية لوضع معدات السلامة حتى يكون من السهل استعمالها في الوقت المناسب. وكذلك عليه التأكد قبل الإبحار من وجود وسائل النجدة والسلامة بالقدر الكافي والعناية بها وحفظها، والقيام من حين لآخر ببعض التمارين لتعريف الطاقم بمختلف وسائل النجدة وكيفية استعمالها. كما يجب الحرص على نظافة المركب خاصة من الزيوت والشحوم لتجنب الانزلاق، وتخصيص مكان محمي من أشعة الشمس لوضع خزان الوقود، والتأكد من وجود كمية الوقود الكافية وكمية احتياطية. أما عند الإبحار فعليه أن يحكم شد خيط إيقاف المحرك بالنسبة لقوارب الصيد الساحلي باليد أو بالثياب لتعطيل عمل المحرك الخارجي في حالة السقوط لا قدر الله، وارتداء الملابس المناسبة للحماية من الانزلاق كالقفازات وحذاء الأمان، وأيضا تجنب العمل على أجناب السفينة أثناء الإبحار، والإسراع على علاج الحوادث والجروح بالنظافة الفورية، وتحقيق التوازن بين فترات العمل في البحر وفترات الراحة. كما يتوجب عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند العمل في درجة الحرارة العالية واستعمال أضواء الملاحة خلال عملية الصيد وعندما يكون القارب على المرساة، إلى جانب تجنب الصيد والملاحة بصفة عشوائية في مسارات السفن التجارية. هي عملية إدراك تسكن في ذهن الصياد، تتفاوت في فهم مغازيها نظراً لإتقان العمل بحب وتفان. وعلى الامتداد الحضاري لارتباط الإنسان العماني بالبحر، فإن لكل مرحلة عنوانها ومهيئاتها، لذا فالتطور المتسارع في القطاع السمكي يحتم على الصياد أن يكون متوشحاً بموجبات التعامل، ومن الضروري جداً أن يتسلح بجميع أدوات السلامة البحرية. سترة النجاة إحدى الوسائل المهمة، ويجب أن يكون عددها على قدر عدد أفراد الطاقم،
ويجب على كل فرد أن يحسن كيفية استعمالها ومعرفة خصوصياتها، وهي تمكن مرتديها أن يطفو حتى وإن كان لا يجيد السباحة، وبها عواكس فسفورية تمكن من ملاحظتها ليلا، وصفارة للفت الانتباه، وفي بعض الأحيان كاشف ضوئي. البوصلة، وهي تمكن من تحديد اتجاهات السفينة أو القارب خلال الإبحار. أما المجاديف فتستخدم في حالة وجود أي عطب في المحرك، وبالتالي تكون بديلا مهما. والدلو ومضخة الماء تمكن من إفراغ المركب من المياه المتسربة إلى القارب، فيما تكون معدات الإشارة من شماريخ وأعلام ومرآة وصفارات وكاشف ضوئي من أجل لفت انتباه المراكب المجاورة لمد يد المساعدة عند الضرورة وفي غياب وسائل الاتصال. وكذلك يجب توفير جهاز الاتصال اللاسلكي، فهو يتيح التواصل عبر القناة 16 العالمية لطلب المساعدة من أقرب مركب يكون على الاستماع، أو مركز ساحلي، أو برج مراقبة، ومع ضرورة وجود طفاية الحريق نافذة الصلاحية. إن أخذ الاحتياطات اللازمة هي الدليل البحري الذي تقوم عليه الرحلة، فكل راحلة تحتاج إلى ظروف وتجهيزات، ولكل ربان علامات ومؤشرات يهتدي عليها، فالتزام الصياد بالإرشادات الصحيحة تجنبه الوقوع في المخاطر وتزيد من غلته اليومية.